سفراء كنا مغاربة يكونوا في استضافة أهل قطر في إحدى المزارع في قلب الصحراء في منطقة أم الأفاعي في الريان. ودابا عطونا واحد القهوة كيقول لكم زعما من أحسن وصفات في القهوة في حياتي. القهوة فيها الهيل والزعفران والزنجبيل، الهيل والزعفران والزنجبيل والزعفران المغربي، الزعفران المغربي قالك هو أطيب زعفران قالك كيستعملوه هنا. قاعدة قطرية سفراء نتبادل الحوار على الثقافة المغربية والقطرية. هو صوت معبر جدا لأن جسم الإنسان احتوى مثل آلة موسيقية. حنا عندنا مثلا أنا من شفشاون، أنا من مدينة شفشاون في شمال المغرب. عندنا واحد التقاليد ديال كان يسميوها الحضرة الشفشاونية. الحضرة يعني هناك رجال، إما رجال بوحدهم أو نساء بوحدهم كيعملوا ذكر الرسول ومدح الرسول وذكر الله، وكنعملوها في حضرة يعني كنتحيروا كنقولوا الله 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 بأصوات جماعية، هذاك شيء جميل كيوصل للقلب. طرب الحساني قريب بزاف، كل يتغنى وبالمناسبة حميد الحضري غنى موال محمد إني بجاهك عائد مما رى جسمي من الضراء محمد سوينا في الكريزة سوينا لل كتحس براسنا مرتاحين. إلا شفتي هاد البلاصة من برا كرافان عادي فاش كتدخل كتلقى عالم آخر. وكما معروف على أهالي قطر الكرم والضيافة والجود عرضوا على سفرائنا الغداء. زبير الحمد لله ما جيتي جا عشيرياتي كناكلوا على خاطرنا، والله إلا على خاطرنا بالله. حنا عندنا في التقاليد ديالنا حنا كناكلوا الطعام بيدي، يدي راه شي حاجة اللي كتشوف من يدك والله العظيم الا شي حاجه واعره بنين. انا بعدا احسن حاجه دار الزبير النهار عرفته في حياتي كامله هي ما جاش ليه. زعما داك الشيء قال يجوا في قطر حاجه ولا شي حاجه بوحدها. والله ما مزالي، ولكن اشنو نعطيكم شي تصريح، الحمد لله الاجواء ديال المنتخب زوينه. يا اهلا يا اهلا، مرحبا باهل المغرب، شرفتونا، مرحبا بكم في قطر. مشاركين على موعد مع أول تحدي، تحدي الصيد بالصقور. معروف على أهل الخليج وخصوصا الشعب القطري تعلقهم بالصخور وتربيتها وترويضها، بحيث تتعد رياضة الصيد بالصقور من أكثر الأنشطة ممارسة في دولة قطر، بحيث يعتبر الصقر رمز العزة والقوة والتحدي. وتتعرف هذه الرياضة تطور كبير واهتمام الناس في العالم، وكيتزاد تطور ديالها، وتيتنظم سنويا المهرجان الدولي في قطر للصقور والصيد لتعرف مشاركة آلاف من المتسابقين في مسابقات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض بحيث يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لاصطياد الصقور وتربيتها والحفاظ عليها من الضياع. فين صاحبي؟ هانيا شو دابا عينو مغمضين، إلا حيدوا له ما نقدرش نشبرو في يديه وعينو ماشي مغمضي. سدين لي عيني حيت شي اللي شافني يقدر يعنقني يعني يقول لي كنعرفك اخويا. بس حبيبي ممكن المسو؟ ها لا لا هكا من هنا. ودابا تشد ديالو كتخلع، بصح كتخلع، عنده واحد الهيبه عارقه فهمتي، كتواقف فهمتي، ما كيزقش الهدف ديالو الفريسه ديالو فهمتي، هو رمز ديال بزاف ديال الحوايج. سي فيصل حبيبي كيفاش هضرك شي مزيان عاد في تجرب الصقر؟ لا صاحبي ما تخافش، عادي يا صاحبي عادي، راه مشدود خصك ما تخليهش انه يطلع فوق يديك وصافي، حيت المخالب ديالو ماضيه ويقدر انه يأذيك. كيكون غالي الثمن ديالو شوي تقريبا 50,000 دولار، لا ريال، 50,000 ريال قطري، 50,000 ريال، 50 يعني 150,000 درهم، سافو دير 15 مليون. جوج في هذا راه بقعة في حد السوالم. عنده واحد الخاصية في العينين،
هو ان الصقر كل عين عنده مجال ديال الرؤيه ديالو بوحده. دابا حنا عينينا ما نقدروش نشوفوا بكل عين بوحده، هو كل عين عنده مجال رؤيه بوحده. فراسكم الصقر عنده حده النظر كتفوق بنادم 8 المرات، وكيعيش تقريبا 40 سنه. ملي كيدير تقريبا 16 17 سنه كيمشي يتخلوى مع راسو في جبل ولا شي بلاصه، كيبدا يحيد المخالب ديالو ويحيد لك المنقار ديالو وكيخليهم حتى يكبروا. غادي نخلي ان شاء الله نجربوا التجربه ديال الصقر اول مره جينا. كل واحد من المشاركين يكون مطلوب منه يسوق طائرة بدون طيار فيها طعم ويهرب من الصقر. الله 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 الله. خالد باش كدور على اليسرى خالد؟ ليمن ليمن ليمن. باش كتزاد الفيتاس الفيتاس؟ وما اكتيفيتيش المود سبور اصاحبي، واه حنا على قدام فهادشي ديال الدرون. واه عرفتي بهجاوة حنا صعاب في الدرون الدراري. والله إلا كاين عندنا كاين واش تصاحبي؟ داكشي المالي الله يحميك الوالدين. اختلف تعامل المشاركين مع الصقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم يا شباب. الله يسعدك. الفائز معنا بالمركز الأول لأول تجربة لتدريب الصغور، من تتوقعون يا شباب؟ من تتوقعون يا شباب؟ من اللي فاز؟ كلكم إن شاء الله فايزين، وكلكم ما فيكم مقصور، لكن المركز الأول حق واحد. لا إن شاء الله لكم كلكم فايزين. هذا زعما بكل ثقة في النفس وبكل تواضع زعما. هلا بغيت نعطيها شيء حنا ما توقعتش. الفائز بالمركز الأول في تدريب الصغور لأول تجربة الدكتور أيمن بابوح. هذه الجائزة. الله